ونحن نتذكر وإياكم. And now we're going to remember. ما رواه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. That which Tirmidhi reports from the Messenger of Allah. أنه قال من صلى الفجر في جماعة. Who said he who prays Fajr in congregation. ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى. And then he sat in his place of prayer in remembrance of Allah. وهذا من أرقى أنواع الذكر عندما نتذاكر في الدين ونعرف أحكام الشرع العظيم. Indeed, this is the highest forms of dhikr when we look at this sacred law. ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس وكتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. And so he sat in his prayer. In his place of prayer in remembrance of Allah until the sun rose, then it will be recorded for him the reward of a Hajj complete. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا هذه الأعمال. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by His divine generosity to accept from us these deeds. وكما وفقنا إليها أن يجعلها في دوائر القبول والمضاعفة. And we ask Allah to make this in the arena of multiplicity and acceptance. إنه على كل شيء قدير وبالإجابة قدير وهو نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو العرش الكريم رب العالمين ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ولو الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر فاتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر فاتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. اللهم اني اصبحت منك في نعمه وعافيه وستر فاتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملك عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملك عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملك عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملك عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه وكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه وكافي مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه وكافي مزيدا. امنت بالله العظيم وكفرت بالجبل والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى والانفصام لها والله سميع عليم. امنت بالله العظيم وكفرت بالجبل والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى والانفصام لها والله سميع عليم. امنت بالله العظيم وكفرت بالجبل والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى والانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا والاسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم ورسولا. رضيت بالله ربا والاسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا والاسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 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 اللهم اني اسالك من جهات الخير واعوذ بك من جهات الشر. اللهم انت ربي لا اله الا انت. خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعته ولك بنعمتك علي واقوم بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابه اتخذ من ناصيتها. ان ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ومن عذابك استجيب. ولا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفه عين. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وظهر الرجال. اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا والاخره. اللهم اني اسالك العفو والعافيه والمعافاه التامه في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. واعوذ بعظمتك من ظاهر تحتي. اللهم انت خاطري وانت تهديني وانت تدركني وانت تسريني وانت تميتني وانت تحييني وانت على كل شيء قدير. اصبحنا على فطره الاسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى مله نبينا ابراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت.
أصبحنا وأصبحنا الفريقان والحمد لله رب العالمين. خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداك. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم من شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعلى كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح الباب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة.